السلام عليكم عملائنا الكرام في جمهورية مصر العربية، معكم أحمد من شركة جولد ماستر في دبي. طبعا اليوم راح نقدم لكم أفضل وأقوى جهاز مستخدم في التنقيب عن الكنوز والفراغات في باطن الأرض. جهاز فينكس من مصنع ميجا ديتكشن الألماني بيجي بضمان لمدة 5 سنوات، ضمان على كفاءة الجهاز وأنه مطابق للمواصفات والمقاييس، وأيضا ضمان على الصيانة المجانية في حالة الأعطال، بالإضافة لأنه نوفر لكم فترات تدريب مجانية على الجهاز حتى فيما بعد الاقتناء. طبعا جهاز وصل معنا لعمق 40 متر في باطن الأرض، وبيعمل بثلاثة أنظمة. في البداية الأنظمة التصويرية ثلاثية الأبعاد، وأيضا الأنظمة التصويرية المباشرة، وأنظمة تحديد مركز الصفر للهدف. خلينا نستعرض معكم إكسسوارات الجهاز بشكل كامل، من ثم نتعرف على الأنظمة الموجودة في داخل الجهاز. طبعا في البداية تيجي معنا الوحدة الرئيسية، تدعم 12 لغة، من أهمها اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا مزودة بشاشة تدعم خاصية اللمس. ويجي معنا السوبر سكانر حتى يمسح لنا الارض بشكل دقيق جدا ويعطينا الاعماق بالسنتيمتر سواء للمعدن او الفراغ. ويجي معنا ايضا السوبر سنسور لحتى نستخدمه لعمليات اللايف سكان او التصوير المباشر، ويعرض لنا النتائج بشكل فوري على التابلت المدرج مع الجهاز. وايضا تيجي معنا بطاريه طبعا ليدوم عمل الجهاز لمده 12 ساعه متواصله. وبيجي معنا اكسسوارات الجهاز من الشاحن وبراغي التركيب، وايضا تابلت مدرج لتحليل النتائج سواء كانت ثلاثيه الابعاد او المباشره. خليكم معنا لحتى نتعرف على انظمه الجهاز. طبعا اخواني بالنسبه لانظمه الجهاز، في البدايه معنا نظام البين بوينتر، وهو لتحديد مركز الصفر للهدف حتى يوقفني فوق الهدف بالضبط اثناء عمليات البحث. وايضا معنا نظام البث المباشر او اللايف سكان لحتى يعرض لي النتائج بشكل مباشر اثناء عمليات البحث من خلال التابلت المدرج مع الجهاز. وايضا في النهايه نظام المسح الارضي او 3D جراوند سكان، اللي هو بلتقط عده صور من خلاله وتظهر لي بمجسم ثلاثي الابعاد من خلال التابلت في النهايه، بقدر اجري عليها كثير من عمليات التحليل. طبعا في البدايه معانا الوان دلالات هذه الالوان، الازرق اللي هو الفراغ الموجود في باطن الارض، والاحمر اللي هو المعدن، واللون الاصفر هذا الصادر، هذا الاشعاع او التمعدن الصادر عن الهدف. وايضا معانا في النهايه اللون الاخضر اللي هو لون الصخور والتربه. طبعا بقدر اجري عمليات تحليل منها اللي هي إزالة الصخور أو التربة حتى يبقى عندي فقط الهدف والمعدن الثمين. بقدر أعرف العمق في السنتيمتر من خلال الضغط على هذا الزر، فمثل ما احنا ملاحظين بيعطيني الأعماق سواء للفراغ أو المعدن. أيضا خيار مهم جدا أثناء عمليات التحليل اللي هو أحدد نوع التربة الموجودة عندي لحتى يعطيني العمق بشكل دقيق. وأيضا بقدر أغير النمط، وايضا اخواني هذا خيار مهم جدا اللي هو بيعطيني قيم ودلالات للمعادن لحتى اعرف نوع المعدن الموجود عندي سواء كان ثمين او غير ثمين. طبعا هذا كان شرح مختصر لجهاز الفينكس. لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. كان معكم احمد من جولد ماستر.